صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 يا احلى ناس في العالم كله. وحشتوني جدا جدا يا جماعه. انا كملت الحمد لله 500,000 مشترك، وان شاء الله استنوا هعمل حفله بسيطه، مش هتبقى فيها حاجات كتيره بس حفله بسيطه يا جماعه، فيها العيله وكلنا نتجمع مع بعض ويعني نحتفل مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو ممكن يبقى بكره او بعد بكره، لسه مش عارفه، بس كده يا جماعه. فالنهارده قررت طبعا بمناسبه ال 500,000 مشترك لازم اعمل مقلب جامد جدا جدا جدا، فمش عارفه اعمل ايه، وانتوا عارفين طبعا المقلب بتاعتي عامله ازاي. فقررت ان انا، انتوا عارفين طبعا ان انا وسلمى على طول بنعمل الاكل مع بعض في المطبخ وبنقف مع بعض وكده. بس فانا جات لي الفكره من هنا، جات لي الفكره ان انا ممكن اعمل ايه، ان انا مثلا ايدي تتقطع من السكينه لا قدر الله يعني، او تتعور وكده والدم بقى ينزل، وشوف سلمى بقى هتعمل ايه. بس فانا عايزه اشوف رد فعل سلمى، لو ماما دخلت في الموضوع يا سلام، يبقى الموضوع بالنسبه لي تحفه جدا. بس كده، فدلوقتي اللي انا كل اللي انا هعمله هدخل اعمل ميك اب اللي انا هحطه، او مش الميك اب يعني، الحاجات اللي انا هعملها على ايديا عشان يبان ان هي مجروحه او مقطوعه لا قدر الله. بس فدلوقتي بقى هخش احضره معاكم، وانتوا تشوفوا انا بحضره ازاي. ولو حد عمل المقلب ده في حد وبعت لي الصور، صوره ايديه مثلا او صوره اي كان، اشوف انتوا هتعملوه على ايه، ويبعت لي الصور على انستجرام، الانستجرام تحت في صندوق الوصف، هخش على طول ان انا هنزل الصوره بتاعتكم هنا على الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وهقول اسمكم واقول عملتوه في مين، قولوا لي عملتوا المقلب في مين. اوكي، بس فدلوقتي احنا هندخل بقى علشان نعمل الميك اب. بس قبل ما نشوف الفيديو ونعمل الميك اب، طبعا تعملوا لايك وشير وكومنت، تفعلوا زر الجرس وتشتركوا مع اي احلى، وصلونا للمليون يا جماعه، وان شاء الله قريب جدا جدا يعني، ممكن على يعني شهرين 3 شهور بالكثير ان شاء الله نكون جبنا ال 500,000 مشترك ان شاء الله ان شاء الله، ويعني كملنا المليون ان شاء الله ان شاء الله. بس كده خليكم معانا بقى، وتابعوا معانا الفيديو ولا بنعمل ميك اب، وشوف رد فعل سلمى يعجبكم ولا مش يعجبكم. يا رب ماما تدخل في المقلب معاها، يا رب ان شاء الله ان شاء الله. بس يلا بينا نبتدي بقى عشان نلحق ننجز ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا جماعه. هنعمل اول حاجه العجينه. العجينه معايا ان انا معايا فازلين عادي، هاخد منه كده كميه، مش عايزه كتير يعني عشان حرام في الاخر يتلم. وكمان معايا دقيق، اللي هو الدقيق اللي احنا بنعمل بيه البشاميل او الكيك يعني. صح، تمام. اول حاجه بقى كميه عشان انا عايزه عجينه متماسكه عشان اعرف ان انا افردها على ايديا. صح، هفضل بقى ان انا اعجن كده فيها الفازلين كده لحد ما اتعجن ونكون ايه، عجينه. المهم يكون عجينه متماسكه معايا، هفضل كده لحد ما يتكون خالص بقى ويكمل عجينه متماسكه. دلوقتي يا جماعه كده بصوا، زي ما انتوا شايفين هي بدات تتكون، لان انا مسكتها في ايديا خلاص هتتجمع. دلوقتي هحط كده شويه كريم اساس عشان بس يبقى لون جسمي او يبقى لون الجلد بتاعي يعني، حبه بسيطه كده عشان يبقى كانها لون الجلد، تمام، ما يبانش ان هي دي العجينه دي غير لون ايديا، تمام، فاهمين ازاي؟ كان انا بحط كريم اساس على وشنا يعني عادي عشان يوحد لون البشره يعني. صح، تمام، صح صح، انت فاهمه حاجه؟ غزل طبعا النهارده الكاميرامان بتاعتي هي اللي بتصورني، تمام. صح، هي دلوقتي عايزه شويه دقيق كمان عشان اعرف ان انا اجمعها كويس. هزود لها شويه دقيق بقى واكورها واجمعها، وبعدين ارجع لكم نشوف هنعمل ايه بقى. صح، يلا بينا. بصوا يا جماعه دلوقتي بقت عجينه ازاي بتتشكل معايا، تمام. دلوقتي بقى يا جماعه عشان نبدا نعمل الميك اب مع بعض، او نعمل اللي هو يعني الجرح ازاي بعد ما عملنا العجينه معاكم، تمام. هناخد كده حته من الفازلين هثبتها كده بس على ايديا عشان اقدر اثبت عليها العجينه اللي انا هعملها، او كده عشان انتوا شايفين طبعا، يا رب تكون الصوره واضحه، تمام. وبعد كده هبدا امسك قطعه من العجين يعني اعملها كده كانها بيضاويه شويه او كده اسطوانه، تمام. بصوا كده، تمام. هبدا بان انا الزقها كده هنا، وابدا ان انا بقى بصوا اخلي كان ده جلد متساوي مع الجلد يعني مع الجلد بتاعي، فاهمين؟ فاهمين. هفضل ان انا اعملها كده بقى طبعا، هفضل ان انا انيمها كده يعني. بصوا فاهمين ازاي؟ بصوا كده لحد ما توصل. بصوا حسيك ان انت بتعوره. لسه هتبان اكتر. ايوه لما حطيتها عليه لون ايوه كانها لون الجسم يعني، صح؟ لون الاحمر. لا هيبان هو متعويض بجد. صح؟ طبعا. بصوا بقى كده طبعا انا عايزه اثبتها كويس جدا عشان لما اجي احط السكينه فيها ما توقعش وتشقق مني، فاهمين؟ جو. دلوقتي بقى يا جماعه بصوا، زي بعد ما انا عملت كده الميك اب او المكياج ده كده، هدلوقتي هعمل ايه؟ هتاخدي بودره. بودره من بودره الاطفال. ليه بقى؟ علشان اخلي ال يعني كانه ايه؟ فاهمين؟ يعني كانه اسويه بلون الجسم يعني، فاهمين؟ او بلون الجلد بتاعي. اه. اسويه ده مع ده يعني.
فاهمين ازاي؟ غزة موضحة كل حاجة في الكاميرا؟ اه ها؟ اه تمام. بصوا يا جماعة احنا اهم حاجة عندنا ان احنا ما نخليش الجلد باين قوي الزيادة علشان هي ما تقفش الموضوع بقى. بصوا انا بحاول انيمها على قد ما اقدر كده. بصوا عشان انتوا شايفين ازاي بنهيم الجلد ده كده على قد ما اقدر. بالزي شوية. بصوا كأنها بس هو بالزي شوية. لا ما هو زيش دلوقتي انا هحط له الدم وكده فهيبان بقى خلاص. بصوا يا جماعة بقت عاملة زي لو انتوا بصيتوها من الجنب. كأنها ايه؟ كأنها متعورة. كأنها متعورة. جو. دلوقتي يا جماعة كل اللي انا هعمله ان انا هبدأ ان انا احفر كده الحتة دي كده ادخل ال انا حاسه ان انت هتتعوري. بصوا كده عليه بقى عشان لما اجي احط السكينه برده ما تعوريش يعني فاهمين. بصوا بقى كده حاسه ان هي كانت هتدخل في ايديك بجد. بصوا ازاي شايفين. انا حاسه ان هي بدات تبان. بدات تبان ان هي متعوره. لسه كمان لما تتصور اكتبوا لنا في الكومنتات. بصوا غزه سامعين غزه بتتكلم ازاي. على فكره انا خايفه بس انا مبقدرش اشوف الحاجات دي فاهمين؟ لا انت بصي على الكاميرا عشان تشوفيني عشان ما تبوظيش الفيديو. ما انا عارفه بس يعني قبل ما اشوف جموسه بيقطعوها بحس ان انا هرجع. بصي على الجموسه اسمها جموسه. جموسه اسمها جموسه. جموسه جموسه وجموسه. ماشي بصوا بقى كده بحاول طبعا ان انا ايه افتح كده كتير. عشان تبان ايه لما تحط النوم تبان اللي هي. نبدا بقى نحط المكياج بقى اللي هو هيبين لون الجلد فعلا كاني متعوره. يلا بينا. يلا بينا جو. دلوقتي يا جماعه بقى بصوا بعد ما انا عملت الجرح كده كانه بقى مفتوح طبعا لسه كل ده هيتدارى. هاخد لون كده من اللون اللي هو البصوا يا جماعه الفوشيا او الاحمر اللي هو كان لون الجرح يعني. صح. او اللي هو اللون الايه الغامق ده. وريهولي كده يا مامي. اهو يا مامي. طبعا انا الاي شادو بتاعي اتكسر. انا كسرته ولا في التحدي. فاللون ده ضاع منه فايه فانا قلت ان انا استخدمه بحاجه تانية او استخدمه في حاجه تانية يعني. صح. او اعوض عنه بحاجه تانية. بس انا مش حاسه ان هو كده دم. مش حاسه دلوقتي هيبان اهو. استني بس ما انا بخلط اللونين مع بعض عشان ادي الدرجه اللي انا عايزاها. ماشي. طبعا انا باخد اللون اللي هو البني اللي جاي على البني. أوه. شويه. تمام باخد اللون اللي هو جاي على بني شويه. بصوا كده زي ما انتم شايفين اللون البني ده اللي هو هيدي بقى ايه اللون الجرح او لون يوحد لون الايد شويه او كاني بقى ايه دلوقتي لما احط الدم. هحس بقى. ايوه كده. بصوا يا جماعه بقت عامله ازاي. لسه طبعا هظبطها. حاسه ان هو خايفه. لا ما تخافيش. حد يخاف هو مع مامي؟ لا. في عمله كده وهو بتاع الاسم ايه اللي بيعمل هو تاني بس دلوقتي عشان ايه ده؟ بانت. طبعا يا جماعه انا بحط من الالوان البنيات عشان تبان اللي هي اللون لون الجرح يعني او كده. صح. انا خايفه يا جماعه. لا ما تخافيش. بصوا انا خايفه. بصوا بقى شايفين بقت عامله ازاي. بصوا بقى هنمسك اللون الاي شادو اللي هو الاسود. الاسود اللي هو البلاك الاسود. اسود يعني. بصوا يا جماعه احنا هندخل الاسود ده هنا. بصوا لو انتوا شايفين هبدا ادخل الحته اللي تخه يعني. عشان يبين كان في عمق للجرح. صح. فاهمه ازاي؟ يعني الجرح عميق. انا حاسه يا جماعه اللي هو خلاص ايه ماما اتعود. يا جميله. لا حسيت. بصي بقى كده. حسيتي انها اتعودت خلاص؟ مش قادره تبصي مش بتصور. بس خلي بالك عشان ما تصوريش حاجه غلط. مش بتبص وهي بتصور. انا كويسه يا روح مامي. انت شايفاني اصلا؟ لا انا خايفه بجد خايفه. لا يا روحي انا تمام. انا حاسه ان بصوا يا جماعه بص عامله ازاي اصلا. دلوقتي بقى تتظبط لف كده لف الناحيه الثانيه. بص يا جماعه انا حاسه ان انا خلاص. بصي استني بس عشان اعمل ايه. هتاخدي لون ايه تاني؟ بحط البني بس عشان اللون البني اللي هنا بيلمع شويه. انا عايزه اطفي اللمعه. اطفي اللمعه يعني بيطلع ايه اللي هو يطلع مكياج يعني. لا كانه
ايوه كده. طبعا يا جماعه لو حد شافها اصلا مش هيتخيل ولا هيجيب باله ان ده ميك اب او كل ده. يعني انا عايزه بس اسوي الحته دي كده. صراحه يا جماعه انا خايفه، انا بجد خايفه. بصوا يا جماعه بقى كده، بصوا يا جماعه بصوا كانها عامله ازاي. لا انا حسيت لي ايديك اتخلعت. اتخلعت؟ ما دلوقتي لما احط السكينه هتشوفي اكتر، هتبان اكتر معاكي ازاي. تمام. بصوا دلوقتي انا اعتبر على فكره خلصت خلاص، فاضل دلوقتي ان انا امسك اللون الاحمر او اللون الدم يعني قدامكم. اللون الدم ده، وافضل ان انا بقى ايه انطر الدم كده هنا. وريني كده يا ماما، انا خايفه يا ماما بجد خايفه. انا خايفه اللون ده يقع. بصوا الاول ايه ادخل جوه كده في ده. بصوا يا جماعه قربي الاحمر على ايدي، قربي على ايدي. اها بصوا يا جماعه كده انا بحط اللون الاحمر فين. لا ده مش باين اللون احمر. ما دلوقتي يا روحي هيفتح. بصوا بصوا كأنه دم. بصوا اوه ماي شايفة جاد. باين اه باين ان هو دم صح. اه بصوا بقى كده هنطور الدم هنا بقى كده. اي يا مامي سلامك. انا بعشق يا جماعه الميك اب ده، او الميك اب اللي هو بتاع الحاجات السانزوزو. تعالي كده جيبيني وانا بحط ايدي كده هنا على ايديا عشان انا بحط الدم هنا. جماعه انا بعشق النوع ده من المكياج. انا حاسه ان في نقطه اتخلعت من ايدك. ما هو ده، هو ده اللي انا عايزاه عشان سلمى تشوفه عشان تتخض. بس انا فيت اخبي ايديك واحده. ما انا هخبيها بقى، ما انا كاني ما انا لابسه الاسدال واسع عشان كده. انتي فاهمه؟ انتي فاهمه ازاي؟ بصوا يا جماعه هحشي بقى كده الحته دي كده شويه دم كده كتير عشان يبان ان هي ايه؟ يا دم. يبان ان هي، بصي بقى كده ان هي فعلا. انا حاسه ان هي اللي اسود. ليه كده؟ ما هو كده، ما هو كان الدم كتير، كاني متعوره جامد. بصي اكنك يعني ايه اتعورتي. كاني متعوره جامد قوي دلوقتي. لا بقى ممكن ايه، اكنك حطيتي عصير، كنت بتعملي عصير فانت حطيتي ايديك وانت بتفتحيه ففتحتي على ايديكي. فتعورتي دلوقتي بقى. هعمل ايه دلوقتي؟ ان انا هظبط بس اكد المكان الجرح كده. ثواني خليك اللون الاحمر يتكب. بس يا جماعه خايفه. لا ما تخافيش. دلوقتي هعمل ايه؟ بصي وريني كده. بص يا جماعه انتوا قولوا في الكومنتات قربت طبعا. لا انا ولا بعمل. لا هي بنت، انا شايفه ان هي بنت. ايوه يعني انا حاسه ان هي بنت خالص. لا انا حاسه بس هي دلوقتي اكتر اكتر واكتر. غدا يا جماعه والله ما بصت للكاميرا وهي بتصور. يعني ايه؟ ركزي يا زوزو عشان ما فيش حاجه تضيع. والله انا مركزه بس عشان تجيبي كل التفاصيل. يعني ما انا عارفه دلوقتي يا جماعه اللي انا هعمله اني انا هقوم اجيب. الحقوني الحقوني. لا هجيب سكينه. ما انا لا انا هروح هتحطي السكينه في ايديك وهتقولي انا خايفه يا جماعه، انا خايفه بجد. دلوقتي ايه بقى يا جماعه اللي انا هعمله؟ ان انا هدخل السكينه كده بالراحه. انا خايفه انا خايفه. متخافيش طبعا. بصوا انا بسألك كده. بصوا شايفين اصلا؟ تعالي يا غزل كده تعالي تبيني السكينه. حاسه ان هي هتتقطع. بصوا يا جماعه بصوا 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 السكينه بتطلع عامله ازاي. فدلوقتي بقى ان انا كل اللي انا هعمله ان انا هروح هتحطي دم عليه على السكينه. تمام. هروح بقى ان انا ايه كان السكينه دخلت في ايدي. الحقوني الحقيني يا سلمى الحقي يا سلمى. ايوه ما انت هتصوريني عشان كاني بصور روتين عادي او بصور يوم عادي. لما كده في الاخير يعني كده عشان ايه بقى سلمى كانها ايه اتصدمت. هتتصدم بقى ان شاء الله. هو انت هتحطي السكينه وهتقولي اي سلمى يا سلمى الحقي يا سلمى الحقي يا سلمى غزل. طبعا كده احط كده شويه. على فكره يا جماعه ده لون غذائي. تمام. لا كفايه يا ماما، انت زودتي بجد الصراحه خليتيها جامد. طب يلا بينا. يلا بينا يلا بينا نروح السلمى. يلا بينا دلوقتي انا هروح السلمى بقى. تعالي ندخل نعمل روتين عادي ونصور مع. طبعا هداري ايديا خالص في الاستيل او في كده ورايا يعني. يلا بينا نصور. يلا بينا يا سلمى نعمل الاكل وكده نقطع اي حاجه لحد ما ايه بقى ادخل السكينه واطلع السكينه. يا سلمى يا سلمى. يلا بينا يلا بينا غزل نصور. يلا بينا يلا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي يا جماعه كتير كتير. النهارده جاي لكم انا وسلمى عشان نعمل لكم روتين طبخنا او روتين يومنا اللي احنا بنقضيه. ربنا يوفقكم وشنا بس احنا بنتعامل مع بعض. ده العلاج المستخبي ده. لا يا سلمى ما بتعرفيش سلمى بتعمل فيها ايه. طبعا
ايوه يا جماعه النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده روتيننا يعني طبيخه كده. فاول حاجه هبدا بيها اعمل سلطه. ماما طبعا هي بتعمل شوربه كل يوم، فاحنا دلوقتي انا هعمل سلطه وبتقسم معانا بقى العصايه والحاجات كلها والاطباق وكل حاجه. كل حاجه بنعملها ايه؟ بتعمل سلطه عشان انا بدمع البصل. انا ما بدمعش البصل، بس بدمع بس هي بتدلع. هكمل يوم معاكي حلو حلو في رمضان، بعد رمضان هفرج عليكي الدنيا كلها. خلاص دلوقتي انا هقطع سلطه، انت بقى روحي تجيبي البلح باللبن عشان تعمليه وانا هعمل اقطع سلطه. اوكي يلا هستنيكي. ايه اصل حاجه ثانيه في سلطه معاكي؟ ايه فاضل لي لسه خيار والخضره. طب استنى اجيب لك من هنا. طب يلا. ماشي. خيارتين. خيارتين. هو اتولد على حاجة؟ مفيش خضرة محشي. لا هاتي جرجير أو بقدونس أو أي حاجة. مفيش خضرة أصلا. أي حاجة أي حاجة، بس دوري هتلاقي، دوري هتلاقي في التلاجة من تحت. ممكن يبقى هناك؟ مش عارفة. ممكن يبقى هناك عند البنات اللي هناك في التلاجة. طب شوفيها كده. أنا أتأكد لما نروح نحطها. ما فيش اي. طب ماشي دوري بقى، بس اسمعي اسمعي اللي عارفه الدرج اللي تحت. ما يا بنتي انا كل ده تحت كده وفلفل. اسمعي بس اسمعي اسمعي اسمعي. اسمع ايه بس؟ اسمع ايه؟ سمع سمع. ايه دي ايه؟ انتوا يا جماعه بصوا كان الكلب وقع. بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه. لا بصوا يا جماعه. هو ده الكلب وقع يا زلمه. بصي يا زلمه جيتي بقى عامل ازاي؟ مش قادره. بصي ده شاف اتصرف معاكي. مش قادره. بصي ايه يا زلمه؟ زلمه بصي الدم قد ايه يا زلمه؟ بصي الدم قد ايه؟ بصي بصي استني اصبري. بصي الدم. سيبي بصي الشبك. ما تمسحي هنا وما تحطش هنا. سيبي الشبك من الاديل دي. وضحني وضحني مش قادره. طب تعالي تعالي اوديك الدكتور تعالي. انتي واقعة يا محمد. بصي
جدا 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 يا محمد والله يسعدك. بس الجدة وقعت ازاي يا محمد؟ انت خلي بالك طيب يا رايا. رجعني كل يا عم والله. انا بصي ده عملت ازاي؟ انا مستغربه والله. شيل بصي. طب تعالي طلع كده الدكتور اسمع الكلام. تعالي بس تعالي. يا حودة يا حودة تعالى يا حودة تعالى يا امنية. ايه ده؟ ايه فرحتي يا امنية؟ ايه يا امنية؟ تقطع الزلطة ده فرحتي ازاي يا امنية؟ جدها وقع يا امنية. بصي تقطع الزلطة وتروح الحودة بقى فرني سعيدة مش عارفة اوصل لحد. تعالى بس معايا بس محمد. انتي محمد يا بنتي. يا محمد ايه بصي ايه طيب معايا امشي معايا ايه توقف اللي في مكانك ايه من ساعتها مش قادره اشوف الجلد اصلا بتاعي كده. نزلي محمد نزلي محمد بسرعه ماما تقريبا رايح اجيب لك حاجه مصدريه او رايح اجيب حاجه مصدريه لان هو مشى مش عارفه اقول لك ايه. اه دماغي وجعتني من النظر. طب كلميه بسرعه كلميه سلمى يا جماعة اصلا اصلا تتحمسي تشوف حاجة كده يعني. سلمى مبروك حياتي شربتي المقلب؟ لولي حياتي كنت الموضة بس كده يا جماعة والله هو ده المقلب بتاعنا بتاع النهاردة. يا رب يا سلمى يا رب تكوني شربتي المقلب. ومحمد محمد جه معانا على السكة. انا والله مش متخيلة ان محمد جاي اصلا. ما اعرفش ان محمد جاي. بس انا مش عارفة السكينة دخلت ازاي كده. هي لا انا اصل انا عاملة جلد يا بنتي. انا عاملة جلد اهو. بصي الجلد اهو انا عاملاه. ايه اللي هيخليني بقى في دماغي انت عامله جلد؟ بصي سلمى بصي سلمى الجلد المنظر اصلا يقل. لا مش عايزه تشوفه. بصي بقى يا جماعه انا عماله ابعد عنك واقول لك نفسك مش عارفه ابص لك. انا مش عارفه ابص للمنظر المعفن. سلمي لا سلمي ايه؟ اخر مره صور معاك فيديو في حياتي. انا زعلانه على البطماطمايه اللي باظت. بصي يا جماعه هو ده الفيديو بتاعنا معانا النهارده. يا رب تكوني بتعجبك. ايه ايه هو ده الفيديو بتاعنا. ايه شعري هيبان شعري هيبان بتاعها حبيبتي اهو. شعري هيبان. اخر مره صور معاكي فيديو في حياتي. اوكي ازي لايك. صور معايا فيديو من غير ما اقلب. اوكي ازي لايك. ازي لايك. امشي امشي سلمي سلمي. بصي يا جماعه ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. معلش بقى اعلان فيه ده دلوقتي. ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عجبكم فيديو ستاش تعملنا لايكات كتير وكومنتات وعلى الزر تشترك في القناه. وتعالوا بقى يلا بينا نسرح وسلمى عشان ما تزعلش. يلا بيتعلم معانا. يلا بينا. انا جايه اسرح سلمى. سلمى 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 اقسم بالله بهزر. خلاص سلمى بصي انا مش عارفه اعمل حاجه. وجعتني دماغي وجعتني من المنظر والله. حاسه ان انا مش عارفه ابص لك مش عارفه اتصرف معاكي. خلاص انا مش عارفه. ما حدش في البيت شاف اعمل معاكي ايه. خلاص انا اتبهدلت مش عارفه اظبط نفسي مش عارفه شعري بينه اقسم بالله بتاع الزحمه. شكلي يبقى وحش. بس انا اقسم بالله بهزر معاكي وده مقلب. سلمى خلاص اتحاجي. انت في ايه؟ أيوة. استنوني بقى شوفي بس دماغي وجعاني ازاي المنظر. في ايه؟ لا ما انت كده وقعت راحت راحت من غير تبوس. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ المفروض مني شد شعري تاني. خلاص شدي ايدك كده. لا لا عشان خاطرك دماغي بتوجعني عشان خاطر سلمى. بص يا جماعه ده الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو عجبكم والمقلب كان عجبكم وقولوا لي اللي كانت البتاع دي باينه بنسبه كام في الميه ان هي حقيقيه يعني. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. انا عماله ابص لايدي بقول ايه اللي هي حاطط ده كله في السكينه. انا مش فاهمه ايدك اتشوهت اكنك متشوهه. ما هو الدم بقى دم. اسكتي اسكتي والله العظيم اخر مره. بصوا يا جماعه ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عجبكم تشتركوا في القناه لايكات كتير كومنتات وعلى الزر تشتركوا في القناه. وصلنا لمليون. يلا بينا اقوى تحقق مقالب بعد كده في سلمى. برد برود بس يا جماعه يلا بينا. باي.